سلام، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. بما انه رمضان والجو حار وكنا نريد سوائل وحلا بنفس الوقت، فراح اسوي اليوم ستروبري ميلك شيك، ميلك شيك الفراولة. خلونا نشوف المقادير، سهلة كلش وطيبة كلش بنفس الوقت. تعالوا يانا خلينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. لتحضير الميلك شيك راح استخدم هنا ايس كريم الفراوله. اذا متوفر عندكم ايس كريم الفراوله استخدموها، اذا ما متوفره استخدموا الفانيلا ايس كريم، هم راح تطلع كلش طيبه وماكو حيكون فرق. استخدموا هنا فراوله لا على التعيين، ايش قد ما تحبون قطع الفراوله اكثر اقل براحتكم، ايش قد ما تحبون الطعم. راح استخدم شكر، السكر تقريبا ملعقتين طعام كبار، وراح استخدم كوب ونص من الحليب. الايس كريم طبعا راح استخدم هنا تقريبا 4 ملاعق كبار من الايس كريم الى 5 ملاعق، والفراوله مثل ما قلنا عددها حسب ما انتم تحبون. اخلي كل المكونات بالخلاط. أقطع قطع أصغر من الفراولة وأخليها بالبداية، وبعدها أضيف الميلك شيك وأزينها بالكريمة. هذا هو الشكل النهائي، جربوه كلش طيب، وإذا ما تريدون تخلون الكريمة لا تخلوها، هذا الشيء أكيد راجع لكم. شكرا لكم، اشتركوا بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين، وفعلوا جرس الإشعارات، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي. مع السلامة.